طب قولي لي ريم، بعد ما الماتش خلص دورتي على بابا والدنيا زحمه بقى ومدربين وكابتن شيرين بيحضنك ومش عارف ايه، لقيتي بابا فين؟ انا كنت خارجه، هو بيقول لي ان هو اول لما انا خلصت يعني ماتش سجد وكده. بس انا كنت يعني اول ما طلعت كانت ماما واقفه لي على الباب. ماما اللي واقفه؟ تمام. فضلت عليها يعني كان حضننا بعض. بعد كده فضلت ادور على بابا، بس الناس كانت قاعده بتسلم عليا فمش شايفاه. بس في الاخر شفته. عملتي ايه بقى لما شفتيه؟ حضننا بعض وقعدت تعيط. طب انت كنت بابا بيعيط عشان فرحان، طب انت بتعيطي ليه؟ انت كسبانه عشان فرحت عشان فرحانه. كان نفسك تكسبي قوي يا ريم، صح؟ طيب خلينا نقول انت على قد سنك الصغير وعلى قد استيعابك، شايفه مين اللي تعب معاكي جامد عشان تكسبي كده؟ بابا مدربين برضه في النادي. بنت حبيبة باباها طبعا، شفت على طول بقى. بص وكمان ماما كمان. بصي يا ريم، هقول لك على حاجه. انا هنا جالي بطلات كتيره جدا. أيوة. والله من دون ما تفكر بابا. ايوه البنت حبيبة باباها، وطبعا الام دورها كبير جدا. أيوة. طبعا بس انا بتكلم على المشاعر الانسانيه. ايوه والحقيقه انا رحت كذا مره واتفرجت على تمارين السكواش، بلاقي حضرتك بصفه دايما بصفه دايما بابا معاك، يعني واقف وشفته اكتر مره واقف معاكي في التمرين ومتابعك. طب قولي لي على قد يعني طموحاتك، نفسك تبقي ايه؟ ابقى بطله زي نور الشربيني. بطله عالم؟ ان شاء الله هتبقي. ربنا يحفظك من الاصابات. العينين اللي انا شايفها والشغف اللي انا شايفه حافظي عليه وخلي عندك شخصيتك وقوتك، هتبقي ان شاء الله. وبيننا الايام زي ما توقعنا لمصطفى عسل، احنا متوقعين لك ان شاء الله تبقي حاجه قاسيه، بس ما تسيبيش الاهلي. انا بقول لك اهو. لا. بص عايزك، المهم بقى في الموضوع اللي احنا كنا وهي صغيره كنا في نادي 6 اكتوبر. نظام سيستم غير النادي الاهلي خالص. النادي الاهلي سيستم يعني حسيت باريحيه في النادي بنظام سيستم مع كل طبعا الاحترام لكل انديه مصر. ممكن تنزل انت عارف كابتن شيرين ما بيسيبش الصاله خالص، ده موجود وماسك الكور في ايده بالظبط. وعينه على كل لاعب. نعم. وده دخل ايه وده طلع ايه. قبل البطوله واقف على كل لعيب، وده بيلعب مع مين وده بيلعب مع مين. ففي سيستم، في نظام. في نظام وتدريبك في ميعاده ومدربك مستنيك، كل حاجه في نظام. في ملاعب اوض لبس غير بقى يعني، وما بيسيبش اي حاجه للظروف. ما فيش حاجه بره السكواش. بره السكواش لو سمحتوا كلكم انزلوا تحت وهو يدير الموضوع ده. شايفه عامل من عوامل النجاح؟ والله ده يعني بفضل ربنا، يعني اشكره جدا والله. الاهتمام ومثلا يعني مثلا ما بيهتمش بحد ويسيب حد، بيدي فرصه لكل الناس، كلهم واحد. خليني برضه اعرف من حضرتك تفاصيل اكتر، ويمكن نخش في ديتيلز اكتر، بس خلينا نطلع لفاصل اعزائي المشاهدين ونرجع نكمل كلامنا مع بطله الجمهوريه تحت 11 سنه ووالدها ولكن في السكواش، ووالدها ولكن بعد الفاصل.